نعم الأخ حفيظ، درك أنت الآن راك عايش في قطر، عشت في الجزائر يعني المرحلة نتاع الطفولة وكبرت ثمة وحتى خرجت يعني بولادك، يعني تسمى مش كيما نقولوا إنسان خرج هكذا في الشباب تاعه هكذا. والله كيفاش أنت يعني تقارن بين هذه التجربة اللي مريت بها في الجزائر والتجربة الآن اللي راك تخوض فيها في القناة هذه نتاع بين سبور؟ حفيظ الدراجي نعرفوه بنفس الستيل تاعه في الجزائر، هو نفسه راهو يمشي به في ال، واش الشيء اللي تغير؟ تغير المكان بالدرجة الأولى وتغير الزمان، كل حاجة عندها حلاوتها. أنا قضيت 20 سنة في التلفزيون الجزائري و13 سنة في الجزيرة الرياضية وبين سبورتس بحلوها ومرها. تعلمت في الجزائر المهنة، تعلمت في الجزائر كيف نحب بلدي، وتعلمت في الجزائر كيف نكون رجل. وما تنساش بأنه أنا هاجرت 44 سنة، يعني مش 20 سنة، يعني الناس اللي قبلي واللي بعدي يهاجروا 18 20 25، أنا 44 سنة. أنا عمري ولا سميتها هجرة، أنا سميتها تهجير وسميتها تهريب درجة الأولى، لأن أنا لا نهاجر من المفروض على عمري 44 سنة. 44 سنة نرجع لبلادنا. أنا للأسف الشديد كنت مضطر أنني أغادر. عمري 44 سنة، كان ظروفي حسنة يعني من الناحية المهنية، حتى من الناحية الاجتماعية. أنا نقول لهم كانت عندي سيارة وعندي دار وكنت متزوج. ف تقريبا واحد شاب جزائري هذا هو اللي يسعى إليه، أنه يكون مرتاح. وكنت مقارنة بجيلي ومقارنة بآخرين، ما نخبيش عليك، أنا كان راتبي في لما غادرت التلفزيون كان راتبي بالعلاوات لما تحسبها وتقسمها على 12 تطلع لي 12 مليون تقريبا في الشهر. 12 مليون في 2008 كان راتب محترم يعني، وعندك تليفون باطل وعندك سيارة على المؤسسة باطل وعندك تقريبا هذا هما. فكان راتب يعني يكفيك نسبيا. نتكلم على 2008، ما نتكلمش على 2021. يعني 2021 20 مليون ما تكفيكش على كل حال. كل حاجة ومكانها. الشيء اللي اختلف، شخصيتي لم تختلف كثيرا صدقني. مهنيا تعلمت أشياء كثيرة جدا لم أكن أعرفها، يجب أن أقولها. أضفت ممكن بكل تواضع للقناة، ولكن أعطتني هي كذلك الكثير من التجارب، وغطيت كل نهائيات كأس العالم ونهائيات اليورو وألعاب أولمبية وأحداث قارية ودولية، وعملت حوارات مع مدربين ولاعبين كبار. فأيضا أضافت للقناة يجب أن نقولها.